وارجع تاني لفرقه المنيا للفنون الشعبيه اللي بتعتبر واحده من ابرز الفرق اللي ساهمت في اطفاء لمسه من الاصاله والتراث على مهرجان العالمين الجديده في دورته الثانيه. الفرقه قدمت امبارح عروض استعراضيه ورقصات شعبيه صعيديه خالصه ابهرت الجماهير، وكمان اعادت للاذهان جماليات التراث المصري الاصيل. تعالوا نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا. من أجمل الفعاليات اللي هتشوفوها هنا في مهرجان العالمين الجديدة هي فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة، واللي الحقيقة كل يوم بيكون ليهم فقرات حلوة وأجواء مبهجة جميلة زي ما انتوا شايفين كده من ورايا التجهيزات والفقرات الحلوة لفرقة المنيا للفنون الشعبية. كل يوم في المنطقة الشاطئية هيكون عندنا فرقة مختلفة للفنون الشعبية، فتعالوا بينا نتابع ونشوف جمال الاستعراضات والرقصات الشعبية لفرقة المنيا للفنون الشعبية في مهرجان العالمين الجديدة. فرقة المنيا للفنون الشعبية بخاصة ثقافة المنيا نشأت سنة 1968، وإحنا مجموعة من الناس الهواة وهنظل طول عمرنا هواة. الفرقة متكونة من 40 عضو ما بين شباب وبنات وموسيقيين. أهم أهداف الفرقة هي المحافظة على الموروث القومي والفني والحركي والمادي لسكان محافظة المنيا، وطبعا إحنا معنيين بالعادات والتقاليد، وألحاننا كلها من الفلكلور، لا عندنا مؤلف ولا ملحن، كله من البيئة إن شاء الله. قول لي بقى، مشاركتكم في مهرجان العالمين الجديدة جت إزاي؟ وطبعًا اللي أنتوا هتقدموه بقى للجمهور هنا في مدينة العالمين. طبعًا إحنا على مدار السنة اللي فاتت شاركنا في المهرجان الأول للعالمين، وشاركنا السنة دي، وإحنا نفسنا فرحانين إن إحنا جايين للعالمين تاني، لأن إحنا شفنا هنا نظام كويس، في استعدادات كويسة للمهرجان ده. أنا حضرتك اتضميت بالظبط من 1992. أنا راقص في الفرقة، يعتبر من أقدم الناس اللي موجودة في الفرقة. حبيت اللعبة من البداية واستمرت فيها للآن، بمارس اللعبة يعني بكل ارتياحية. حضرتك بنعمل الموروث طبعا، احنا رقصة بتقدم دي رقصة اسمها تحطيب. حضرتك بنعمل تحطيب دوت من البيئة أساسا، حاجة موروثية من أيام الفراعنة. كان الأول يعني معرفة نبذة بسيطة عن التحطيب، حضرتك كانت بيستعملوا التحطيب كدفاع عن النفس، فده تلاقيه مرسوم على الجدران عندنا في بيبنا حسن، في حاجة يعني فرعونية. بقدم انا عازف دوف، وبنقدم احنا بنشارك فرقه مصاحبه للفرقه، وبالنسبه للموسيقيين حضرتك سامع اهوت شغالين برضك بروفات مع الفرقه وكده اهوت، وبنشارك الفرقه احنا اللي بنقدم لهم الاغاني بتاعتهم كده اهوت اللي هم بيشتغلوا عليها الفقرات بتاعتهم. بنقدم الفقرات الشعبيه للفنون الشعبيه اللي احنا بنعرضها، بنقدم حاجات كتيرة، فقرات زي فقرة مثلا التحطيب، بنقدم الآلات الشعبية، بنقدم حاجات كتيرة لها علاقة بالفلكلور الشعبي. مميز إن أنتوا تقدموا في الفرقة هنا في العالمين وسط الأجواء الحلوة. طبعا هي ثاني سنة لينا نشارك في العالمين في مهرجان جميل طبعا تحت رعاية وزارة الثقافة وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وبنقدم حاجات كويسة جدا لكل الناس المتفرجين. ضميت من سنتين، واللي بنقدمه طبعا رقصات التحطيب والآلاتية، وكل دي رقصات بالنسبة لنا رقصات عالية ورقصات بتعجب المشاهدين وبتعجب نظرات المشاهدين، وبتجلب لنا ناس يعني ناس بتيجي لنا علشان تتضرب من الرقصات اللي احنا بنعملها. صراحة عرض جميل جدا، فيها رقصات جديدة ويعني رقصات المصرية بتاعتنا اللي احنا كنا بنشوفها زمان وبتاع،
فشايف ان هو يعني احياء للفنون الشعبيه تاني يعني، فحاجه فعلا جميله جدا يعني. والله حاجه ممتازه وتشرف مصر كلها والله. فرقه فعلا شعبيه ممتازه والتنظيم جميل والله. والله حاجه ممتازه في مكان ممتاز، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطفره اللي عملها في جمهوريه مصر العربيه، مدينه العالمين الجديده تعتبر طفره في مصر، ونشكره على كل الجهود اللي بيبذلها لالتقاء بمصر الى اعلى الدرجات ان شاء الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. حاجه جميله جدا 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 بصراحه يعني، حاجه بصراحه ما شفناهاش في العالم كله يعني، بصراحه حاجه جميله قوي يعني.